السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الكيرتن وول. خلينا الأول نرسم حيطة عادية، أي حيطة بالشكل دوت، وبعد كده هقول له إن أنا عايز أرسم حيطة كيرتن وول. ممكن تختار مثلا الستور فرونت، الستور فرونت بيبقى فيها التقسيمات موجودة، وسهل إن أنت تحول من نوع لنوع، مجرد إن أنت تدخل تعدل في الخصائص. طيب أنا هكبر الحيطة دي شوية، هنبدأ نبص كده على الخصائص. طيب ممكن تغير المقاسات ديت بان انت تيجي هنا ايديت تايب وتقول له ده ماكسيمم سبيس، لا ده انا عايزها فيكسد سبيس، وتحدد المسافه قد ايه. ممكن تقول له لا ده انا عايزها فيكسد نمبر العدد. طيب لو انت قلت له عدد هتلاقي اتقفلت معاك واتفتحت هنا، بقت موجوده كانستنس مش تايب، فتقدر تقول له بدل 9 دي خليها 5، فهو يبدا يقسمهم لك لخمس تقسيمات. طيب ممكن تيجي هنا على ديت وتدوس عليها، وتقدر بعد كده مثلا تغير الزاوية تخليها مثلا 15، وتغير المسافة بالشكل دوت زي ما انت عايز. طيب ممكن مثلا تبدأ تقول له انا عايز اعمل الميلينيوم لكله، تمام، وتقول له all grid line، فيبدأ يعملهم لك بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي تعمل مثلا select على واحد فيهم وتدوس رايت كليك وتقول له select millennium، وتقول له بقى حسب الاختيار اللي انت عايزه، ممكن ان جريد لاين، فيبدا يختار لك الجريد لاين كله، وتبدا تشوف مثلا اذا كان في نوع تاني مناسب ليك ولا لا. طبعا تقدر تيجي هنا وتعمل نوع تاني بمقاس مختلف، هتخلي مثلا دوت تقول له البروفايل بتاعك، وتبدا تشوف بروفايل مثلا من اللي موجودين هنا، تمام، مثلا ديفولت مثلا، وتبدا تشوف الاعداد بتاعته، تمام. طيب خلينا مثلا نعمل سيلكت على دوت اهو سيلكت، وهقول له خلي لي ده اللي هو السيركل ديت، تمام. طيب نلاحظ ان هنا دي مكمله، ممكن تيجي على ديت وتقول له انا عايز اخليها بريك، مش ظاهر معاك لان دي اصغر منها، بس لو علمنا على دي وقلت له جوين وقلت له بريك ات جوين هتلاقي قطع بالشكل دوت. طيب لو انا مسكت مثلا دوت وقلت له انا عايز اعمل سيلكت ميلينيوم ات جريد لاين بالشكل ده كله، وبعد كده حددت وقلت له البريك ات جوين، يبدأ يعمل لي تقطيعات قبل ال قبلها وبعديها بالشكل ده. خلي دي اللي مكملة وهو نفس التتا، هتبان أكتر مثلا في حاجة زي دي لأن دي أصغر في المقاس بتاعها. طيب ممكن تعمل سيلكت هنا وتقول له إيديت بروفايل وتلغي ده خالص، تمام، وتقول له أنا عايز مثلا تبقى بالشكل دوت. حسب الحاجة اللي انت مصممها وتقول له اوكي، فيبدأ يعملهم لك بالشكل دوت، تمام. وانت بقى تبدأ تظبط تضيف زي ما انت عايز، ممكن تعمل سيلكت كده وتطلع بقى شوية، تمام، تقدر تلغي ديت تحركها زي ما انت عايز، ممكن تقول له بريك اداون او ميك كونتينيو. هنا مثلا ده الخط دوت ممكن تقول له انا عايز ميلينيوم اتقول، وتروح عاملهم كلهم مرة واحدة، وتقدر تختار النوع وتقدر تغير فيها زي ما انت عايز، فهو بيديك امكانيه ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. لذلك الميلينيوم ساعات بنستخدمه في حاجات تانية، مثلا تكون عايز تعمل صور، تكون عايز حاجات معينه، بيديك امكانيه حلوه جدا في التعديل.